سؤال للناجين من حفل الكلية الحربية في حمص، هل سمعتم ما يشبه هذا الصوت؟ باليأس أو بالانهزام رغبة. هذه مسيرة إيرانية للحوثي تستهدف عرضاً عسكرياً في قاعدة العند اليمنية قبل عامين. هنا حفل عسكري وهنا حفل عسكري، وتقريباً ذات النتائج بعشرات الضحايا. وعن الخبرة استغرب ناشطون بالقول، هل استشرتم الناجين في بلدة صقلبية غرب حما؟ فربما أقنعوكم بمحل بهم قبل عام تقريباً، عندما حولت ميليشيا أسد وإيران وروسيا من حفلهم الديني المسيحي إلى كومبارس لاستهدافه بطائرة مسيرة. تستعدان لتنفيذ هجمات على قواعد عسكرية روسية وسورية عبر استخدام طائرات مسيرة محلية الصنع. في حين ألم تسمعوا تلميحات وتهديدات مخابرات ميليشيا أسد ونصر الله وإيران وروسيا في الأسابيع والأشهر الماضية عن تفجيرات بالمسيرات والمفخخات بهدف إشغال السوريين والموالين، عن ثورة السويداء وعمليات التجويع والنهب والسلب؟ وسائط الكشف الروسية تكشفها من أول خروجها باعتبارها موجودة بالساحل، مطار حماة وكل أجهزة الدفاع الجوي، منظومات دفاع جوي للأسد في المنطقة الوسطى في حمص وحماة. الأكيد وفق إجماع العسكريين استحالة استهداف الحفل بطائرات مسيرة من إدلب بحكم المسافة الطويلة لما يزيد على 120 كيلومترا، وبالتالي انعدام تقنيات الطائرات البدائية من وقود لتحمل المسافة أو أبراج وأقمار صناعية للتحكم اللاسلكي الطويل، أو حتى كمية المتفجرات لإحداث المشهد المطلوب بعشرات القتلى والجرحى. وهنا تنقل صفحات في الساحل شهادة للعميد في ميليشيا أسد غياث عاقل يقول فيها: أبلغنا بوجود طائرات مسيرة انطلقت من منطقة الوعر واقتربت من الكلية الحربية قبل نصف ساعة من الاستهداف، وعند الاستيضاح من ضابط الأمن جاء الرد من مكتب التنسيق العسكري بأنه وجود اعتيادي لطائرات إيرانية مسيرة، في حين يتلقى وزير دفاع ميليشيا أسد توجيها بفض الاجتماع واختصار الحفل قبل أن يغادر مع اللجنة العسكرية المرافقة. هذا موقع الكلية الحربية شمال غرب حمص، وعن الوعر فأهله مهجرون منذ 5 سنوات لتبقى قواعد الجهات المنفذة للجريمة، أي ميليشيا أسد وإيران وروسيا. فإلى جوار الكلية ثكنة لمضادات جوية، وإلى الغرب قاعدة جوية كبيرة، وإذا اتجهنا شمالا فعشرات القواعد المختصة بالدفاع الجوي وصولا لحماة ومطارها العسكري. وبالمناسبة هذا اللواء 47 مع جبل معين هو قاعدة للحرس الثوري الإيراني بما فيه من مسيرات وميليشيات وصواريخ. إذن من الذي استهدف الكلية الحربية؟ وضعوا عدة خطط جاهزة للتنفيذ، المفخخات أحد تلك الخطط، المسيرات لقصف بلدات تم وضع أسماؤها بدقة، هي نفس المسيرات التي قصفت قرى سابقا منذ شهرين أو أكثر. هذا المعارض العلوي ناصر النقري ينقل قبل شهر تقريبا تحذيرا من ضباط داخل النظام عن مخطط لميليشيا أسد وإيران وروسيا لاستهداف قرى موالية في حمص والغاب والساحل بالمسيرات، علما أن المعارض كمال رستم نقل ذات التحذير عن ضباط بميليشيا أسد في إطار مخطط إجرامي لإشغال الموالين عقب ارتفاع أصواتهم بوجه التجويع والنهب والسلب. هذا التحذير عن لساننا ولسان ناس ضباط، يعني كمان طبعا الضباط الشرف. السؤال أين هؤلاء الضباط الذين وصفهم رستم بالشرفاء؟ والسؤال الثاني، ومع علم الموالين أن من قتلهم هو بشار وإيران وروسيا لأهداف بات شرحها مضيعة للوقت، أليس الأجدى بكم محاسبة بشار وهؤلاء الضباط بدل النواحي ومقارعة الوهم؟ شباب إلى الموالين، تجري الآن مجازر ومذابح على يد ميليشيا أسد بحق المدنيين في إدلب وأرياف حلب. وباختصار، أوقفوا هذه المهزلة حتى يبقى شيء في سوريا اسمه وطن.